بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان هيباتو فيروسز. Hepatitis refers to a systemic disease with an inflammatory of the liver caused by any one of heterogeneous group of hepatotrophic viruses. But there are other possible non-infectious causes of hepatitis. These include autoimmune hepatitis. In some cases, the immune system mistakes the liver as a harmful object and begins to attack it by making antibodies against your liver tissue, drugs, toxins, and alcohol. الهيباتيتس اللي هو الديزيز كوز باي هيباتوتروفيك فيروسز. الهيباتيتس عبارة عن inflammatory of the liver as a systemic disease، يحدث عن طريق مجموعة من الفيروسات الكبدية الهيباتوتروفيك فيروسز، وهي عبارة عن heterogeneous group، مجموعة مختلفة، يعني كل فيروس بيها يختلف عن الآخر. مجموعة مختلفة من الفيروسات الكبدية. هناك احتمال للإصابة بالهيباتيتس عن طريق آخر، ليس عن طريق الانفكشيوس كوزز اوف هيباتيتس، أطلق عليه نون انفكشيوس كوزز، يعني أسباب ما تعود إلى الفيروسات أو ما تعود إلى الطريق المعدي بالنسبة للهيباتيتس. مثلا الاوتو اميوني هيباتيتس اللي هو الذاتي، التهاب الكبد الذاتي، المناعي الذاتي. في بعض الاحيان يخطئ النظام المناعي ويعامل الكبد، يخطئ بالكبد ويعامل كجسم غريب، يوجه الانتيبوديز تجاه الكبد، وبالتالي يعامل حال اي جسم غريب بالجسم. ممكن عن طريق الدراجز، بعض الدراجز ممكن ان تسبب لي الهيباتيتس، وهناك ايضا توكسينز ممكن ان تسبب الهيباتيتس اند الكحول. A different virus is responsible for each type of virally transmitted hepatitis. The hepatitis viruses are considered unrelated and often highly unusual human pathogens. مثل ما قلنا كل نوع من الهيباتيتس مسؤول عنه فيروس يختلف عن الآخر. طبعاً تعتبر الهيباتوتروفيك فيروس مثل ما قلنا unrelated، ما مترابطة، highly unusual يعني تعتبر خطرة غير عادية as a human pathogens. مثلاً injection drug use، طريقة الانجكشن، unsafe injection practice، unsafe health care وغيرها، يعني من هذه الأمور. كذلك يكون parenteral contact وأيضا from mother to child during birth and delivery. هاي بالنسبة للأنواع اللي هي ممكن أن يكون مصدرها the blood and blood products or blood derived and body fluid. Types of hepatitis. هناك مراحل من الهيباتيتس ديزيز. فالهيباتيتس اي فيروس قد يسبب الاكيوت انفكشن، قد يسبب الفيمينينت انفكشن، يعني ظهور المرض بشكل مفاجئ وبشكل يطلق عليه بالخاطف او المداهم، ودائما يعني يشمل امراض الكانسر، وكذلك يدل على التروما اندكشن كونديشنز، العوامل اللي تحفز على حدوث الاورام وغيرها، او يكون سيل ليميتنج ديزيز از شورت تيرم انفكشن، يعني ما يطول المرض، نو لونجر تيرم انفكشن، هاد نوت افكت اون ذا بيرسون. بالنسبه لل
هيباتيتس بي فيروس ايضا يسبب لنا اكيوت انفكشن، ممكن فيلمنت انفكشن، وممكن كرونيك انفكشن مزمنه، سيروسيس تليف بالكبد، اند هيباتوسيلولار كارسينوما ممكن ان تتطور الحاله الى ما يسمى بالليفر كانسر او هيباتوسيلولار كارسينوما. النوع سي ايضا قد يكون الاصابه اكيوت، كرونيك سيروسيس هيباتوسيلولار كارسينوما. ايضا بالنسبه للنوع دي اكيوت فيلمينانت كرونيك سيروسيس هيباتوسيلولار كارسينوما، والنوع اي اكيوت فيلمينانت اور سيل ليميتنج ديزيز. على هذا الاساس قابلية الفيروس على احداث الكانسر نسبة الى الاصابات السابقة اللي ذكرناها بالنسبة للهيباتيتس اي فيروس ما ممكن ان توصل الحالة الى الكانسر، لان ما ذكرنا سيروسيس وهيباتوسيلولار كارسينوما وانما فقط اكيوت فيلمينانت اور سيل ليميتنج ديزيز. اذا من ناحية احداث الكانسر هو نون. اما النوع بي وسي ممكن ان تتطور الحالة الى الليفر كانسر، النوع دي ممكن ان يحدث وممكن ما يحدث، بينما النوع اي ايضا not cause cancer or hepatocellular carcinoma. persistent infection مدى استمرارية الاصابة او حدوث اصابة مستمرة، ايضا استنادا على types of hepatitis. بالنسبة للنوع اي والنوع اي هي ماكو اصابة مستمرة، قلنا احيانا قد يكون المرض سيلف ليميتنج ديزيز فاطلق عليه ما باصابة مستمرة، يكون شورت تيرم انفكشن. بينما بقية الانواع هي نعم تحدث بيرسستنت انفكشن من ناحية تطور المرض للليفر كانسر، اذا ممكن ان يسبب لي لونج تيرم انفكشن بالنسبة للنوع بي وسي ودي. بريفنشن اوف ديزيز بالنسبة للهيباتيتس اي فيروس الانفكشن بالنسبة الى هذا النوع البريفنشن باي اميونيزيشن اند جود هايجين اند سانيتيشن. اما بالنسبة للنوع بي اميونيزيشن، واش يور هاندز thoroughly with soap and water after any potential exposure to blood، مع انه قلنا يوجد بالبلد. ايضا use condoms with sexual partners بالنسبة للسكشوالي. transmission by body fluid، avoid direct contact with blood and bloody fluids. بالنسبة للنوع C blood donor screening، يعني عملية فحص المتبرعين بالدم، وأيضا avoiding behaviors such as injecting drugs، نتجنب بعض السلوكيات مثل الحقن بالمخدرات. الهيباتيتس D prevention عن طريق التمنيع بالهيباتيتس immunization، هيباتيتس B immunization باعتبار أنه هو مصاحب إليه، فإذا حدث مناعة ضد المناعة ضد الفيروس ضد نوع هيباتيتس بي، فإذا ما راح يحدث دي لأنه أصلا يكون co-infection with hepatitis B. بالنسبة للإي الهيباتيتس إي فيروس prevention ensure safe drinking water باعتبار انتركال ترانسميتد تايب اور فيروس. الفاكسين بالنسبة للنوع اي يوجد فاكسين، بالنسبة للنوع بي ايضا يوجد فاكسين يس، بالنسبة للسي نو. however research in this area is ongoing، ما يوجد لقاح لكن البحوث جارية في هذا المجال. بالنسبة للنوع دي نو vaccine against hepatitis B، مجرد انه يعتمد على الفاكسين بالنسبة للهيباتيتس B لانه هو co-infection virus.
والفاكسين بالنسبة للهيباتيتس اي يس يوجد فاكسين licensed in China but is not yet available elsewhere. Not available elsewhere. أيضا متاح في الصين، يوجد لقاح لكن متاح في الصين أو مرخص في الصين لكن غير متاح في أماكن أخرى. بالنسبة للتريتمنت الهيباتيتس A فيروس تريتمنت، no specific treatment is available with rest and medications for nausea or diarrhea recommended on an as needed basis. لكن ممكن بالراحة وبعض الميديكيشن ضد النوزي والدياريا ممكن أن تكون مفيدة بالنسبة إلى هذه الحالة. بينما الهيباتيتس بي فيروس هو الانترفيرون ألفا انتيكافير تينوفوفير أديفوفير تيلبيبيودين فوسكارنيت لاميبيودين بيدرابين and liver transplantation في الحالات المعقدة. كلش تصل الحالة ممكن أن يستخدم الليفر transplantation. بينما بالنسبة للنوع C interferon alpha or with ribavirin pociprevir telaprevir and liver transplantation قلنا يعني كحل أخير interferon alpha. بالنسبة إلى النوع D interferon alpha new therapeutic agents and strategies are needed and novel drugs such as HPV entry inhibitors have shown early promise. طبعا ممكن الانترفيرون الفا ممكن أن نبحث على فد عوامل جديدة واستراتيجيات جديدة لأجل معالجة هذا الفيروس، من هذه الثيرابيوتيك ايجنت ال HPV انتري انهبيترز اللي هي مثبطات لدخول فيروس الهيباتيتس بي، باعتبار انه هذا النوع دي هو كو انفكشن بالنسبه للبي. فال HPV انتري انهبيترز هي تعتبر as a treatment في حالة اكتشاف as a treatment of hepatitis D virus، لأن راح تمنع مثبطات للدخول، وعملية الـ entry of virus to the host cell هي عملية بالبداية، فإذا ما تمت هذه العملية ما راح تتم العمليات اللاحقة بالmultiplication، فممكن أن يعني تكون واعدة لاكتشافها as a treatment of hepatitis D virus. بالنسبة إلى الهيباتيتس إي انترفيرون أند ريبافيرين. تريتمنت أوف هيباتيتس سي فيروس ويز دي أي أي تايبس. WHO updated guidelines recommended therapy with pan genotypic direct acting antivirals DAAS. DAAS can cure most persons with HCV infection and the treatment duration is short, usually from 12 to 24 weeks depending on the absence or presence of cirrhosis. طبعا منظمة الصحة العالمية اكتشفت او توصلت الى فد علاج لمرض التهاب الكبد الفيروسي نوع سي يطلق عليه بالدايركت اكتنج انتي فايروس اللي هي مضادات الفيروس المباشرة الفعل، عملها يكون مباشر على الفيروس. ممكن تشافي اكثر الاشخاص المصابين بهذا المرض، والديوريشن بالنسبة للتريتمنت راح يكون شورت اعتمادا على وصول حالة المريض الى سيروسيس من عدمها تقريبا من 12 الى 24 اسبوع. كارنت هيباتيتس سي تريتمنتس are combinations of drugs called direct acting antivirals DAAS.
إذن هذا السراب يعتمد على كومبينيشن بين الإدراك، تداخل بين مجموعتين أو بين عقارين أو ثلاثة أو أكثر. المهم أطلع بنتيجة من هذا التجمع، أطلع بالإدراك جديد. DAAS directly target the Hep C virus، المقصود بهبتات C virus in different ways to stop it from reproducing. هدف هذه المجموعة أو هدف هذا السراب الجديد إنه هو بأي طريقة يستهدف الفيروس، المهم أن يوقف عملية تضاعف الفيروس. They do this so well that they promise a bright future for those living with hepatitis C and treatments with short term times, high kill rates and fusile effects. طبعا هذه او هذا الاكتشاف او هذه المجموعه من الانتيفيروس راح تكون ايضا واعده بالمستقبل المشرق بالنسبه للاشخاص المصابين بهذا الفيروس، وكذلك بعض الخصائص المهمه لهذه المجموعه العلاجيه انه فتره العلاج قصيره وعدد المعدلات الشفاء بها تكون عاليه وكذلك السايد افكت يكون بها قليل. طبعا مجموعه من الاكزامبلز بالنسبة إلى هذه الدايركت اكتين انتي فايروس، يعني هذا المركب اللي راح نذكره هو نتيجة كومبينيشن اوف تصمد الادراكس. المهم النتيجة هو هذه هي النهائية أو العقار النهائي. So first we bear with interferon and or ribavirin، يعني عقار هذه بالتحديد وحدة مع الانترفيرون ويا ريبافيرين او بدون الريبافيرين، عاد ريبافيرين او ريبافيرين، يعني ممكن ان يكون هذا العقار ويا الانترفيرون عند ريبافيرين او يكون مع الريبافيرين. الابيكلوزن هذه العقار الوحدة، هارفوني، مافرت، تكنيفي، فايكيرا باك، باسيبي اند زبالير. هذه مجموعة من او اكزامبلز بالنسبة للدايركت اكتنج انتي فايروس اللي هي المجموعة الجديدة لعلاج الهيباتيتس سي فايروس. طبعا هذه الشريحة توضح لنا انواع الهيباتيتس فايروسز، يعني الاشكال والستركتشر وايضا الفايرال جينوم اللي هو اهم صفه، كيف انه الهيباتيتس اي فايروس قلنا هي كلها اس اس ار ان اي، ما عدا البي راح يكون دبل ستراندد دي ان اي، دبل partially double stranded DNA بالنسبة للهيباتيتس بي فيروس، أما الهيباتيتس أي فيروس هو single stranded RNA. أيضا بالنسبة للهيباتيتس سي فيروس أيضا single stranded RNA، هيباتيتس دي فيروس أيضا single stranded RNA، والهيباتيتس اي فيروس ايضا سنجل ستراندد ار ان اي. The condition of hepatitis can be self-limiting or can progress to fibrosis or scarring is the formation of excess fibrous connective tissue, scar tissue in an organ or tissue in a reparative or reactive process. تطور المرض بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي ممكن أن تكون الحالة سيلف ليمتنج مثل ما ذكرنا بالجدول، أو تتطور إلى ما يسمى بالفايبروسيس أو السكارينج، وهي عملية تكوين الأكسس فايبروس كونكتيف تشو أو ما يسمى بالسكار تشو أنسجة نبيلية داخل العضو أو النسيج كعملية صلاحية أو تفاعلية يقوم بها الكبد.
تطور حالة ممكن تتطور حالة الفايبروسيس إلى السيروسيس is the severe scarring of the liver and poor liver function seen at the terminal stage of chronic liver disease or liver cancer. ممكن أن يتطور الفايبروسيس إلى السيروسيس. إذا هو حالة أكثر قسوة وأكثر شدة من السكارينج أوف ذا ليفر، تبدي الليفر تبدي ضعف الكبد تضعف، ويعتبر هو كمرحلة نهائية بالنسبة للكرونيك انفكشن أو مرحلة بالنسبة للكرونيك ليفر ديزيز أو ليفر كانسر، يعني تمهد إلى مرحلة الليفر كانسر. مثل ما نلاحظ بالصورة اللي أمامنا كيف إنه نورمال الليفر كيف الأنسجة تكون من يبدي السيروسيس ليفر ثم تجمع الأنسجة النبوية وغيرها راح بالفايبروسيس راح تتطور إلى السيروسيس، وكذلك التطور الأخير اللي هو الهيباتوس ليفر كارسينوما which is one of the 10 most common cancers worldwide is closely associated with hepatitis B and at least in some regions of hepatitis C virus. إذن حالة الهيباتوسيلولار كارسينوما هي حالة شائعة، يعني تعتبر واحدة من 10 حالات الشائعة بالنسبة أو أنواع الكانسر الشائعة حول العالم، واللي تحدث عن طريق الهيباتوسيلولار B virus. ولو على يعني على الأقل في بعض المناطق يحدث عن طريق الهيباتيتس سي فايروس. symptoms of hepatitis. Many people with hepatitis do not have symptoms and do not know they are infected. If symptoms of acute infection, they can appear any time from 2 weeks to 6 months after exposure. بعض الأشخاص ما تظهر عليهم أعراض، بعض أصلاً ما يدري إنه هو مصاب. الأعراض بالنسبة للأكيوت إنفكشن ممكن أن تظهر في أي وقت من أسبوعين إلى 6 أشهر بعد التعرض للفيروس. Symptoms of chronic infection can take decades to develop, especially HCV, meaning hepatitis C virus. Symptoms of hepatitis can include fever, fatigue, loss of appetite, vomiting, abdominal pain, dark urine, light colored stool, joint pain, and jaundice, meaning yellowing of the skin and eyes. الأعراض بالنسبة للكرونيك انفكشن ممكن أن تستمر يعني سنين، فترة طويلة، عشرة سنوات، حتى تتطور، وخاصة بالنسبة للهتسي في. symptoms of hepatitis ممكن تشمل الفيفر، فاتيج، يعني فقدان الشهية، إعياء، مغص معوي، تغير اليورين يكون دارك، تغير لون الستول، ألم بالمفاصل، أنجوندس، اصفرار الجلد والعيون. كما نلاحظ الصور كيف اصفرار العيون، وهنا مقارنة بين لون الوجه من حالة نورمال وحالة الجوندس، وهنا بالنسبة لليدين وبالنسبة للقدمين. How hepatitis is diagnosed? Number one, liver function tests. Abnormal results of these tests by blood samples may be the first indication that this is a problem, especially if you don't show any signs on a physical examination or exam of liver disease. High liver enzyme levels may indicate that your liver is at risk, damaged or not functioning properly. طبعا اختبار وظائف الكبد
راح ألاحظ إن النتائج غير طبيعية أو مو النتائج القياسية بالنسبة إلى وظائف الكبد، أعرف إن هناك أكو مشكلة بالكبد، مثلا ارتفاع الإنزيمات بالنسبة للكبد يدل على أن الكبد متعب متضرر وكذلك ما يعمل بشكل صحيح. Other blood tests blood tests can check for the viruses that cause hepatitis. أكو اختبارات للدم الأخرى نشيك على وجود الفيروس، نثبت وجود الفيروس وأنه هو إصابة بالالتهاب الكبد الفيروس. 3. Ultrasound and abdominal ultrasound uses ultrasound waves to create an image of the organs within your abdomen. يأخذون على الأبدومن ultrasound موجات فوق الصوتية لأجل أيضا يمكن أن تستخدم لتشخيص الحالة. Liver biopsy, taking a sample of tissue from your liver with a needle and doesn't require surgery. الخزعة الكبدية، تأخذ جزء من نسيج الكبد بواسطة نيدل ولا تحتاج أو ما تتطلب سيرجري، أسميها بالليفر بايوبسي أو الخزعة الكبدية. ولأهمية مرض التهاب الكبد الفيروسي، تم تحديد يوم اسم اليوم العالمي التهاب الكبد الفيروسي وهو يوم 28 تموز من كل عام. Thank you for listening.